السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المشاهدون الكرام، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال في هذه العشر الأوائل من ذي الحجة، التي رغب النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين في العمل في هذه العشر الأوائل من ذي الحجة، وهي تفضل فيها هذه الأعمال أكثر من الأعمال الصالحة من الصيام، ومن الأعمال الصالحة في هذه العشر الأوائل العمل فيها أفضل من غيرها. والذي أريد أن أنبه عليه هو ما وقع من الكلام عن بعض عن ما وقع من الكلام عن أولئك الخمس من الناس الذين قضوا في تلك الغواصة. والذي أريد أن أنبه عليه هو أن بعض الناس يترحمون عليهم، مع أن ربما الكثير منهم سوى أولئك الذي كان من باكستان ربما أو أفغانستان إن كان مسلما، فالإنسان المؤمن لا يجوز له أن يترحم على الكافر ولو قدم ما قدم. إذا كان لا يؤمن فلا يمكن أن نترحم عليه، لقوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. بعض الناس تأخذهم العاطفة فيترحمون على الكفرة الذين كفروا بالله. فالكافر عندما ينتقل من هذه الحياة فإنه لا ينبغي أن نترحم عليه نهائيا ولو قدم ما قدم. عجيب المسلمين، الجانب العقدي والولاء والبراء لله ما عندهمش العاطفة، ولو ركزوا فيهم هذه القضية ديال ما يسمى بالإنسانية حتى فيما يتعلق بالآخرة. الله سبحانه وتعالى قال لنا: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. هؤلاء إذا ماتوا على الكفر فلا يجوز أن نترحم عليهم نهائيا، لأن الرحمة لله سبحانه وتعالى، فهم لا يريدون هذه الرحمة. الرحمة نترحم على المؤمنين فقط، أما غير المؤمن فلا ينتفع بأعماله في الآخرة نهائيا، لقوله تعالى: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. إذن فالإيمان من أعظم الشروط لينتفع الإنسان من عمله في الآخرة. نفعني الله وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.